السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العلم لا يعرف الكذب، ومرحبا بكم كذلك في الحلقة الأولى من سلسلة تعلم كيف تتداول باستعمال التحليل الموجي لتصبح متداولا محترفا إن شاء الله. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أعطيكم نظرة عامة شمولية عن جميع الأدوات التي نستعملها في التداول باستعمال التحليل الموجي، كذلك إن شاء الله سوف أعطيكم أمثلة تطبيقية لكيف يمكن أن نحلل باستعمال التحليل الموجي جميع الأسواق. سوف أعطيكم مثالا عن سوق الفوركس أي العملات الأجنبية، مثال عن سوق المؤشرات، مثال كذلك عن سوق الأسهم، ومثال عن المواد الأولية. في هذه الحلقة لن نتطرق إلى كل ما هو نظري أي كل ما هو مصطلحات عندها علاقة بالتداول، ولكن سوف أتطرق بالخصوص إلى تقنية التحليل الموجي وكيف نستطيع أن نحلل باستعمال يعني الموجات. هنا فقط إخوتي الكرام أود منكم أن تعذروني لأن لغتي العربية الفصحى ليست بالمستوى يعني الجيد، لأنه هذه الطريقة أقوم بدرسها باللغة الفرنسية والإنجليزية، بالتالي ليست لدي يعني لم أتعود على يعني تدريس هذه التقنية أو تقنية التحليل الموجي باللغة العربية الفصحى، لذا فأنا ألتمس منكم العذر. وإن لم تفهموا شيئا ففقط أعيدوا الفيديو إلى الأول وسوف إن شاء الله تفهمون. بالتالي أول شيء سنبدأ فيه إن شاء الله هو يجب أن تعرفوا أن التداول هو مهنة، ومهنة خطيرة، وقد تخسرون أموالكم إن لم تركزوا وإن لم يعني تشتغلوا باستراتيجية أثبتت فعاليتها. والتحليل الموجي هو من أصعب التقنيات التي يستعملها المتداولون، لذلك لا يوجد الكثير من الناس الذين يضبطون هذه التقنية التي هي التحليل الموجي، ولكن عندما تضبطها فهي تعطيك فعالية ما بين 70 إلى 75%. ولأقول لكم إخوتي الكرام أنه لا توجد تقنية في العالم تعطيك يعني 100% من الفعالية، بالتالي من قال لكم أنه يربح جميع صفقاته فهذا فقط يريد استغلالكم إخوتي الكرام. إذن أول شيء نريدكم أن تعرفوا أن هذه التقنية التي هي تقنية التحليل الموجي تفترض أن جميع الأسواق أو السعر أو البنية السعرية تنتقل عن طريق موجات، وعندما نلاحظ الأسواق سنجد أن هناك حالتان لا ثالث لهما. الحالة الأولى هو عندما يكون السوق في اتجاه، سواء كان اتجاها صاعدا أو اتجاها هابط، أو كذلك عندما يكون في تصحيح. فلنقول أن السوق في يعني في اتجاه صاعد مثلا، نقول أن السوق في اتجاه صاعد. هنا عندما نتحدث عن الاتجاه نتحدث عن ما يسمى بالموجة الدفعية، the impulse، الموجة الدفعية. وهنا الموجة الدفعية هناك نوعان أو هناك يعني نظريتان. هناك نظرية إليوت ويف الذي يقول بأن الموجة الدفعية تكون على شكل 5 موجات، وسوف أشرح لكم هذه النظرية الآن حتى لا نعود إليها مرة أخرى. فهو يقول أنه عندما يكون لدينا اتجاه مثلا اتجاه صاعد، فذلك الاتجاه وتلك الموجة الدفعية يكون بها 5 موجات، يعني الموجة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة. ووضع شروطا يجب معرفتها. الشرط يعني أولا لنحدد الموجات، الموجة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ثم الخامسة. الشرط الأول هو أن يجب أن لا يقو يعني لا تصل الموجة الثانية، لا تصل لتكسر بداية الموجة الأولى، هذا أول شرط. الشرط الثاني هو أن الموجة الرابعة لا يجب أن تلمس يعني منطقة الموجة الأولى، منطقة يعني قمة الموجة الأولى. الشرط الثالث هو أن تكون الموجة الثالثة هي أكبر الموجات، أن تكون هذه الموجة هي أكبر الموجات من حيث يعني طول. والأخير والشرط الأخير هو أن لا تأتي أي موجة فوق الموجة
الخامسة، أي بعد الموجة الخامسة يجب أن يكون لدينا ما يسمى بالتصحيح، أن يكون لدينا ما يسمى بالتصحيح أو تغير في الاتجاه، أي أن تأتي موجة دفعية بها كذلك خمس موجات بهذه الطريقة. يعني هاتان هما الحالتان التي أو هاته هي الشروط التي يعني حددها إليوت ويف للموجة الدفعية. هنا يأتي الفرق بين أصحاب أو بين نظرية التحليل الموجي ونظرية إليوت ويف، الذي كذلك يعتمد على الموجات، وقد أخذنا منه يعني العديد من الأشكال التي سوف ندرسها اليوم إن شاء الله والتي نتداول بها، فقط غيرنا شيئا ما من الطريقة. هنا الذي تم اكتشافه من فيما يخص التحليل الموجي هو أن الموجة الدفعية كذلك بالإضافة إلى كونها قد تكون بخمس موجات، أنها قد تكون كذلك في ثلاث موجات، ليس بالضرورة خمس موجات فقط، أي الموجة الدفعية قد تكون في ثلاث موجات، أي ليس بالضرورة أن نقوم بتنقيتها 1 2 3 4 5، قد نقوم كذلك بتنقيتها بالـ ABC. إذن هذا هو الفرق. كما قلنا ف 90% من الحالات يكون السوق في تصحيح، 90% من الحالات يكون السوق في تصحيح، هنا بـ 90%. ما معنى تصحيح؟ هو أنه السعر يصعد وينزل ولكن في نفس المستوى تقريبا، أي هناك يعني ثبات في السعر تقريبا. وهنا في هذه المنطقة لا يجب التداول نهائيا، وهنا هذا هو مشكل المتداولين إخوتي الكرام. فالمتداولون يعني يتداولون في هذه المنطقة، وهذه المنطقة سوف تخسرون أموالكم، وهذا الذي يحدث. 90% من المتداولين يخسرون أموالهم نظرا لكونهم لا يعرفون تحليل التصحيح. التحليل الموجي هل هدف منه هو أخذ الموجة الدفعية، أي أخذ الصفقة عندما يكون السوق في اتجاه سواء up trend أو down trend، يعني اتجاه صاعد أو اتجاه هابط. إذن هنا فقط 10% في يعني من الوقت يكون فيها السوق يعني في حالة يعني اتجاه سواء كان هابطا أو صاعدا. إذن الآن عرفنا بأن الهدف من تحليل الموجي هو أخذ الموجة الدفعية، ولكن أين توجد الصعوبة؟ الصعوبة في هذه التقنية توجد في تحديد كيفية تحديد الموجة الدفعية. يعني إن أخطأت في تحديد الموجة الدفعية فالتحليل كله سيكون خاطئاً، بالتالي يجب يعني ضبط هذه التقنية لكي نقدر أن نحدد الموجة الدفعية الصحيحة. وحتى عندما نحدد الموجة الدفعية الصحيحة عندما نريد أن نقيسها لنعرف يعني إسقاطها على المستقبل يجب أخذها بطريقة صحيحة، وإلا فذلك الإسقاط سيكون خاطئا وبالتالي سنخسر الصفقة. إذن هناك أربعة أشكال أريدكم أن يعني أن تحفظوهم على ظهر قلب، لأنهم هما أساس هاته يعني هما أساس هاته التقنية. فهذه الأشكال فهي التي تعطينا يعني أو تخول لنا توقع المستقبل ما الذي قد يحدث فيه. فكما قلت لكم في هذه الحلقة سوف أعطيكم الأدوات التي سوف نحتاجها كاملها، وبالتالي نذهب لشرحها على الحاسوب، وكذلك نقوم ب يعني في آخر الحلقة بتحليل أربع أمثلة من أربع أسواق لكي أريكم طريقة التحليل. ولكن في الحلقات القادمة إن شاء الله، لأن هذه دورة مجانية سوف تكون على مدة طويلة، في الحلقات المقبلة إن شاء الله سوف نقوم بالتحدث عن كل أداة على حدة. فمثلا اليوم سنتحدث عن الأربعة أشكال التي نتداولها في تحليل الموجي، سنتحدث عن مؤشر واحد نستعمله فقط، لا نستعمله لاتخاذ القرار ولكن نستعمله لمساعدتنا على الخروج من الصفقة أو عدم الدخول فيها أصلا، الذي هو الماكدي أو الإرساي واحد فيهم. كذلك سوف نقوم بالتحدث على الماني مانجمنت أو ريسك ريورد ريشيو، سنتحدث كذلك عن يعني أداة تسمى بالفيبوناتشي، خصوصا الفيبوناتشي إكستنشن. هذه الأدوات التي سوف نستعملها في التحليل الموجي. إذن لنرى الشكل الأول. نفترض أنه لدي موجة دفعية صاعدة،
وهذه قاعدة وراء كل موجة دفعية سواء كانت صاعدة أو هابطة يجب أن يأتي تصحيح، والتصحيح يكون يا إما 3 موجات تصحيحية أو 5 موجات تصحيحية. هنا فقط للتبسيط، لا أريد أن أدخل في التسميات دبليو واي إكس واي زد أو دبليو إكس واي أو أي بي سي أو أي بي سي دي إي، يعني هذه كلها لا أريد أن أدخل فيها، فقط أريدكم أن تفهموا المبدأ أو الكونسبت. إذا نفترض أنه لدي تصحيح به 3 موجات تصحيحية بهذه الطريقة، ونفترض أن هذه الموجة الدفعية بها كما قلنا بها لنقول بها 3 موجات A B C مثلا، 3 موجات A B C، وهنا كذلك لدي تصحيح به 3 موجات به ال A الموجة A والموجة B والموجة C. لاحظوا معي شروط هذا الشكل الأول. أول شيء هو أنه الموجة A الموجة C كسرت لنا الموجة A، لاحظوا معي تم كسر الموجة A. ثاني شرط هو أن الموجة B لم تكسر لنا رأس الموجة الدفعية، وبالتالي إن وضعنا خطين أو تريند لاينز على هذا التصحيح سوف يكون بهذه الطريقة. ستلاحظون أن التصحيح أن الموجة الدفعية في اتجاه صاعد والتصحيح في اتجاه هابط. الموجة الدفعية في اتجاه صاعد والتصحيح في اتجاه هابط. هذا الشكل يقول لي بأن هناك احتمال 90% أن تأتي موجة كهذه الموجة الدفعية في المستقبل، 90% أن تأتي موجة كهذه الموجة في المستقبل انطلاقا من النقطة C، يعني أن تأتي موجة لنقول أنها ستأتي موجة بها 5 موجات مثلا، موجة دفعية بها خمس موجات. هنا سوف أبحث عن شراء، سوف أقوم بشراء لنقول أن هذا الزوج مثلا هو الباوند دولار، لنقول بأن هذا هو الباوند دولار جي بي بي يو اس دي، جي بي بي يو اس دي مثلا سوق العملات. فلدي موجة دفعية، لدي تصحيح به اي بي سي به شروط معينة، هذه الشروط تعطيه اسم ريجولار فلاتس، يعني هذا الشكل هذا التصحيح يسمى بـ regular flat، التصحيح يسمى بـ regular، أعذرني سأنطق هذه الحروف باللغة الإنجليزية regular flat، والشكل كله يسمى بالflag، flag أي كالراية التي يستعملها الحكم في كرة القدم، أو هذا يسمى بـ regular flat التصحيح. بالتالي هنا سوف أبحث عن شراء، ولكن هل سوف أشتري من هذه المنطقة أي من نقطة C؟ لا. لماذا؟ لأنه لا أعرف إن كانت فعلا هذه هي النقطة C. متى سأعرف أن هذه النقطة C؟ سوف أعرف عندما يعني يكون هناك سلوك معين يقوم به السوق، وهذا السلوك معين سوف نراه إن شاء الله في نهاية هذه الحلقات، أي هي استراتيجية التي أشتغل بها شخصيا، ولا أريد أن أعطيكم إياها الآن لأنه لن تستطيعون يعني العمل بها بطريقة صحيحة حتى تفهموا في الأول كيف نقوم بالتحليل الموجي أو كيف نضبط التحليل الموجي، وبعد ذلك سوف نعطيكم الاستراتيجية وبالتالي تستطيعون استعمالها أو أن تقوموا بزيادة بعض الأشياء عليها لتحسينها وللاشتغال بها. إذن الذي أريدكم أن تعرفوه هو أنه في هذه الحالة سوف أبحث عن شراء، ولكن الآن لم أقول لكم أين سوف نشتري وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لكي نشتري مثلا هذا الباوند دولار. هنا هذا الشكل يعطيني احتمال 90%، احتمال 90% أن تأتي موجة دفعية صاعدة. إذن هنا هذا regular flat. الآن سوف ننتقل إلى الحاسوب لكي ندرب أعيننا على التقاط هذا الشكل ولكي نرى يعني مدى فعاليته، ولكن قبل ذلك فقط أريد أن أعطيكم شيئا مهما هو لمعرفة الهدف الذي سوف نقوم فيه بجني الأرباح أو ما يسمى بالتيك بروفيت، جني الأرباح هي المنطقة التي سوف نقوم بالخروج فيها من الصفقة أو نجني فيها أرباحنا. هنا سوف نستعمل أداة تسمى بالفيبوناتشي إكستنشن، فيبوناتشي إكستنشن سوف أقوم بكتابها هنا باللون الأحمر، فيبوناتشي
اكستنشن، وهذا يعني أداة، هذه أداة بها مستويات، هذه المستويات نقوم ب يعني تمثيلها عن طريق أرقام. هذه المستويات أو هذه الأرقام تعبر عن سيكولوجية المتداول في السوق، وبالتالي هنا سوف يمكننا هذا الفيبوناتشي اكستنشن سوف نراه في الحاسوب كتطبيقي تطبيقا لنرى كيف نستعمله. هذا الفيبوناتشي سوف يمكننا من قياس الموجة الدفعية، هذه الموجة الدفعية، ونقوم بإسقاطها مستقبلا لنرى تلك المستويات التي قد يصل لها السعر، وذلك بأخذ باعتبار سيكولوجية المتداول، أي سيكولوجية السوق. وهنا توجد ثلاثة أرقام، لنقل أنها أرقام ذهبية التي يجب يعني الاحتياط منها. الرقم الأول وهو رقم 127%، هذا الرقم يعني يشكل نسبة 90%، أي أنه إن كان لدينا هذا الشكل فهناك نسبة احتمال نسبة 90% أن يصل السعر إلى 127% extension لهذه الموجة الدفعية. كذلك الرقم الثاني هو 141.4%، 141.4%، ورقم الثالث هو 101.8%. إذن هذه هي الأرقام الثلاثة التي يجب أن نتذكرها فيما يخص الفيبوناتشي اكستنشن. إذن رأينا الأداة الأولى التي هي الفيبوناتشي اكستنشن التي نقوم بحساب يعني إسقاط الموجة الدفعية على المستقبل. بالتالي سوف يكون هذه هي ثلاثة الأهداف التي سوف نستهدفها، ولكن فقط في هذه البداية ما دمنا لازلنا لم نتعمق في هذه التقنية. إذن لنرى هذا الشكل الذي هو الشكل رقم واحد، سوف نعطيه رقم واحد أو regular flat أو الفلاج، لنراه مباشرة في البلاتفورم، وبعد ذلك نعود لنرى الأشكال الثلاثة الأخرى. إذن إخوتي الكرام، الآن سوف نقوم بتدريب أعيننا على الشكل الأول الذي قمنا بدراسته وهو regular flat أو الفلاج. هنا لنختار مثلا، لنقوم باختيار زوج من الفوركس، بما ان الفوركس هو اكثر يعني سوق به سيوله، لنقوم باختيار مثلا اليورو دولار الذي هو يعني اكثر زوج معروف في 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 اسواق الفوركس واكثر زوج يتم تداوله. هنا لنختار مثلا ديلي تايم فريم، اي كل شمعه تمثل يوما، والشموع ياتي التي باللون الاحمر والاخضر، اذا كان باللون الاخضر فهي يعني في اتجاه صاعد، واذا كان باللون الاحمر فهي في اتجاه هابط. هذه الاشياء تجدونها في اليوتيوب، فهي سهله وليست بالاشياء الصعبه. الان نقوم ب يعني اعطائكم الاشياء التي لن تجدوها لا باليوتيوب ولا باي مكان اخر ان لم تدفعوا يعني ثمنها. بالتالي لنرى او لنتدرب على هذا الشكل الذي هو الشكل رقم واحد، اي regular flat. لنقول مثلا هنا اول شيء اقوم بتحديد الموجه الدفعيه، وهنا لدي موجه دفعيه هابطه التي بهذا الشكل. سوف تقول لي كيف عرفت بان هذه هي الموجه الدفعيه الصحيحه. هنا يعني في اخر هذه الحلقه او الحلقات الدوره التدريبيه، هذه الدوره التدريبيه المجانيه، سوف أجيبكم على هذا السؤال، يعني سوف تعرفون بأنفسكم كيف نقوم بتحديد الموجة الدفعية، أو ربما حتى في آخر هذه الحلقة عندما أقوم بمثلاً أربع أمثلة سوف أخذ مثال من الفوركس، مثال من المواد الأولية، سوق المواد الأولية، مثال من الأسهم، وكذلك مثال من المؤشرات لكي أقوم بتحليله، كيف أقوم لأريكم كيف أقوم بتحليل من الألف إلى الياء. وهنا سوف تعرفون كيف أحدد الموجة الدفعية إن شاء الله. بالتالي لنقول لنفترض أن هذه هي الموجة الدفعية، إذن بعد كل موجة دفعية يجب أن يكون تصحيح، وبالتالي التصحيح الذي هنا هو هذا كما تلاحظون، وهذا الشكل هو الريجولار فلات. لماذا ريجولار فلات؟ لأنه أولا تم كسر الموجة A،
أي الموجة سي كسرت لي الموجة A، وكذلك تم يعني لم يتم كسر يعني يعني هذا المكان الذي هو بالنسبة لي الموجة، رأس الموجة الدفعية أو نهاية هذه الموجة الدفعية، الموجة B لم تكسر لي هذا المكان، وبالتالي هذا فهو على هذا الشكل الذي هو regular flat. كما قلنا هناك أداة نستعملها لمعرفة مكان أخذ الأرباح أو مكان جني الأرباح الذي قلنا بأنه يصل إلى 90%، وهنا سوف نأتي بهذه الأداة التي تسمى ب يعني فيب اكستنشن، هنا يسمى في تريدنج فيو، منصة تريدنج فيو تسمى بتريند بيزد فيب اكستنشن، سوف نقوم بأخذها، سوف نقوم بأخذ إذا كان الاتجاه هابطا نأخذ يعني بداية الموجة الدفعية، نقوم بالضغط ونجر هذه الأداة إلى نهاية الموجة الدفعية التي بالنسبة لي هي الموجة الدفعية الصحيحة التي قمت بتحديدها، كذلك أقوم بالضغط في نهايتها، وبعد ذلك أرجع إلى مكان البداية الذي هو بداية الموجة الدفعية وأقوم بالضغط مرة ثانية. وهنا ستلاحظون أن لدي ثلاثة أرقام مهمة جدا، 127%، 141%، و161.8%، هذه هي الأهداف الثلاثة التي سوف أقوم باستهدافها، ولكن فقط في هذه المرحلة الأولية من هذه الدورة، بعد ذلك قد نستهدف أكثر بكثير من هذه الأهداف. بالتالي الهدف الأول الذي قلنا بأنه سوف يعني يتم ضربه بنتيجة 90% هو 127 كما تلاحظون، فلقد ضربت الهدف اللي هو 127%، يعني لحد الساعة لم نرى متى سوف ندخل إلى هذه الصفقة. أنا الآن فقط أعطيكم أمثلة لكي تدربوا أعينكم على التقاط هذه الأشكال، بعد ذلك سوف نرى متى ندخل في الصفقة، كيف ندخل إليها، وكذلك حتى يعني مبادئ تسيير المحفظة أو الماني مانجمنت لكي ندخل إلى الصفقات، وهي يعني شروط مهمة ومهمة جدا يجب احترامها 100%. لنرى كذلك مثالا آخر، لنرى مثالا موجة دفعية صاعدة، مثلا هنا إذا لدي الموجة الأولى راني فلات، الموجة الثانية، إذا هذه هي الموجة الثانية بالنسبة لي، سوف أقوم بمسح الأشياء توب. إذا بالنسبة لي لدي موجة دفعية صاعدة ابتداء من هذا المكان إلى هنا، هذه الموجة الدفعية، والذي هي تصحيح الموجة A الموجة B والموجة C كما تلاحظون، فهي مستوفية لشروط التي قلناها في شرح في السبورة، التي هي أن الموجة C تكسر لي الموجة A والموجة B لا تكسر رأس الموجة الدفعية. وهنا نأتي بالفيب اكستنشن لكي نقوم بحساب إسقاط هذه الموجة في المستقبل، أي النسبة 127% التي قد يصل إلى السعر في نسبة 90%. إذا نقوم بالإسقاط، نأخذ الفيبوناتشي اكستنشن من أول الموجة الدفعية إلى آخرها، ثم نعود إلى أول الموجة الدفعية ونقوم بالضغط كذلك ونحدد 127%. لاحظوا معي إخوتي الكرام، فهذا شيء رائع كما تلاحظون، فضربت الهدف وتم يعني تغيير الاتجاه كما تلاحظون. فهنا إذا يعني دخلنا فتقريبا 600 نقطة. المهم الهدف ليس هو عدد النقاط، ولكن الهدف هو ما فهم البروسيس أو فهم هذه الطريقة من التداول. لنرى كذلك مثلا مثال آخر، نعم لدي موجة دفعية، فالآن سوف تجدون، أكيد سوف تجدون صعوبة في معرفة الموجة الدفعية وكذلك في رؤية هذه الأشكال، ولهذا أنا أقوم بتدريبكم على رؤية هذه الأشكال. لاحظوا معي، فلدي الموجة A الموجة B والموجة C، وهي يعني تحترم جميع الشروط التي قلناها، فأتمنى منكم أن يعني تتذكروا هذه الشروط لأنها شروط مهمة ومهمة جدا. إذا نقوم بمعرفة الإسقاط المستقبلي لهذه الموجة ونرى هل وصل إلى 127%. لحد الساعة فنحن نكتفي فقط ب127%. لاحظوا معي إخوتي الكرام، بوم 127% مباشرة
يعني ضربات الهدف، وثم يعني نزول تقريبا ب 100 نقطة أو 150 نقطة كما تلاحظون. فقط إذا طبقت هذا الشكل يعني قد تقوم يعني بجني أرباح جيدة، ولكن نحن نريد أكثر من ذلك. نحن نريد أن يعني ندقق ونفصل أكثر هذه التقنية التي هي تقنية التحليل الموجي، يعني وهي من أصعب التقنيات، وإن ضبطتها أخي الكريم فسوف تتفاجأ بالنتائج التي سوف تحصل عليها إن شاء الله لكي تصبح مطولا محترفا. لأعطيكم مثالا أخير، لنرى مثلا لنبدل مثلا التايم فريم إلى الويكلي تايم فريم مثلا، يعني كل شمعة بأسبوع. هنا سوف نلاحظ يعني مثلا إن كان لدينا أي فلات كوريكشن مثلا، نعم لنقول مثلا أن هذه موجة دفعية، وكما تلاحظون إخوتي الكرام لدي الموجة A الموجة B والموجة C. نعم، فبالنسبة للموجات أو تصحيح ABC فله شروط كذلك سوف نراها إن شاء الله. فأنا لا آتي وأضع ABC كما أريد، فهناك شروط يجب معرفتها. المهم الآن فقط نتدرب على رؤية هذا الشكل. لاحظوا معي، فهذا الشكل هو الشكل الأول الذي رأيناه في الشرح في السبورة الذي هو الفلاج، وسوف نرى نأتي بأداتنا التي هي الفيبوناتشي اكستنشن لكي نقوم بمعرفة هل وصل إلى 127% أو لا. نعم كما تلاحظون وصل إلى 127% وضرب الهدف. إذا هذا مثال أمثلة، بعض الأمثلة للشكل الأول. سوف نرى في الشكل الثاني الرانين فلات، سوف أقوم بشرحه لكم في السبورة وبعد ذلك نرجع لنرى أمثلة تطبيقية على هذا الرانين فلات، ويعني سوف نقوم بذلك حتى نفهم جميع الأشكال التي نقوم بالتداول بها، وسنشرح بعض الأشياء والمصطلحات المهمة، وبعد ذلك سوف أريكم طريقة التي أقوم بالتحليل بها من الألف إلى الياء. وبعد ذلك في الحلقات المقبلة إن شاء الله سوف نقوم بتفصيل كل أداة على حدة حتى يتسهل لنا فهمها كذلك بطريقة أكثر. فهذه هي الطريقة التي وجدت أنها يمكن أن تساعدنا في فهم التحليل الموجي بطريقة سهلة. لماذا قررت أن أعطيكم نظرة كاملة وشاملة على هذه الطريقة في الفيديو الأول؟ فقط لتروا ما الذي ينتظركم من عمل ومن تركيز يعني لتضبطوا هذا النوع من التداول. وكما تلاحظون لا نستعمل اي مؤشرات ولا يعني اشكال خياليه كحيوانات او يعني دعوم ومقاومات او هذه الاشياء، لا نقوم باستعمالها لانها سهله وتوجد في اي مكان، ومهنه التداول هي اصعب من انك ان تستعمل الدعوم والمقاومات لتربح المال. لنذهب لرؤية الشكل الثاني الذي هو رانين فلات. إذا إخوتي الكرام، بعدما تعرفنا على الشكل الأول أو على الشكل الأول للتصحيح الذي هو ريجولار فلات، الآن سوف نتعرف على الشكل الثاني وهو رانين فلات. وهذا الشكل أصبح أكثر يعني حضورا، فلاحظت أنه أصبح أكثر حضورا في الأسواق المالية، بالتالي سوف نحاول أن نقوم بتحليله بطريقة صحيحة إن شاء الله. إذن لنقول أنه لدي موجة دفعية فيها ثلاث موجات مثلا، موجة دفعية اتجاه صاعد، ولاحظت أنه كما قلنا يعني مع أي موجة دفعية في نهاية أي موجة دفعية يجب أن يكون هناك تصحيح به ثلاث موجات على الأقل، ثلاث موجات تصحيحية أي A B C مثلا على الأقل. هنا لاحظت وجود موجة، أنا أعرف أن هذه هي موجتي الدفعية، وهنا لاحظت أنه كان هناك نزول للسعر بطريقة قوية، فبالتالي لا يمكن أن أعتبر هذا تصحيحا لأنه ليست به ثلاث موجات، بالتالي سوف أنتظر قليلا لأرى ما هو سلوك السوق، ماذا ينوي السوق. لا يجب أن نتسرع، وهذا هو مشكل كثير من المتداولين أنهم يتسرعون في اتخاذ
القرار، ونحن الآن هنا سوف نقوم بالتريد لنرى ماذا يريد السوق أن يسلك، ماذا يريد أن يفعل. وبالتالي لاحظوا معي، لاحظنا أنه بعد ذلك بدأ السوق يقوم ب يعني يصعد بطريقة تصحيحية. هنا يعني كمتداول لدي قليل من الخبرة في هذا النوع من التحليل، سوف أقول هنا لا زالت هذه البنية لم تكتمل، لأنه بالنسبة لي هذا تصحيح، ولكن به فقط موجتين، بهذه الموجة وهذه الموجة، ليس به 3 موجات، ونحن قلنا على الأقل التصحيح يجب أن يكون فيه 3 موجات. غالبا هنا تأتي مثل هذه الموجة، يعني تساويها في الطول تقريبا، ليس دائما. هنا في هذه الحالة لدي 3 موجات تصحيحية، 3 موجات تصحيحية. الموجة A التي يعني تعتبر موجة دفع، تعتبر موجة دفعية للتصحيح، هذه هي الموجة الدفعية الأصلية، وهذه الموجة الأولى للتصحيح فهي تعتبر موجة دفعية وهي الموجة A، وهذه الموجة كما تلاحظون فهي الموجة B التي هي موجة تصحيحية، موجة تصحيحية للتصحيح. ولاحظوا معي هنا موجة ثالثة وهي موجة دفعية لهذا التصحيح التي هي الموجة سي. ولاحظوا معي شروط هذه الموجة أو هذا التصحيح. لاحظوا معي الموجة A لم يتم كسرها، ليس كما في الشكل الأول. ولاحظوا معي الموجة B كسرت رأس الموجة الدفعية، وبالتالي هذه هي شروط الرانين فلات، الذي هو إن قمنا بوضع خطين بهذه الطريقة سنجد أن الرانين فلات فهو على هذا الشكل. إخوتي الكرام، إنني أعطيكم أسرارا لن تجدوها في أي مكان فيما يخص هذه الأشكال، فالجميع يتحدث عنها ولكن لا أحد يشرحها بطريقة صحيحة. لاحظوا معي هنا هذا يسمى رانين فلات. هل أقوم بالشراء من هذه المنطقة؟ لا، لأنني لا أعرف فعلا إن كان هذا إن كان السعر سيتوقف هنا، لا أعرف، ليست لدي أي فكرة. يجب أن أرى أن يتحدث معي السوق ويعطيني أشياء يعني أبحث عنها تؤكد لي بأنه فعلا هناك يعني هذا هو رانين فلات، أن هناك احتمال ثالث هو شكل آخر سوف نراه بعد هذا الشكل. مثالي هذا الشكل إن كان فعلا رانين فلات يعطيني مؤشرا على أن هذه الموجة الدفعية سوف يتم تكررها هنا، قد تكون على شكل 5 موجات أو 3 موجات كما قلنا. بالتالي سوف نبحث عن استراتيجية تخول لنا تداول هذا الشكل. إذا هذا الشكل قلنا اسمه رانين فلات، أو هذا النوع من التصحيح رانين فلات. كذلك هنا سنستعمل الفيبوناتشي اكستنشن، فيبوناتشي اكستنشن، وسوف نتذكر 3 أرقام الذهبية التي قلنا تكلمنا عليها 127%، 141%، و168 161.8% او 161.8%. اذا هذه هي 3 أرقام الذهبية التي يجب ان نتذكرها، لان هذه هي اهدافنا. وغالبا في الرانين فلات، لماذا يسمى بالرانين فلات؟ لانه بعد تكونه مباشرة يصعد بطريقة قوية جدا، يعني يصعد بموجة دفعية قوية قد تصل الى 161.8% بسرعة رهيبة، وسنرى امثلة ان شاء الله في الحاسوب. اذا هذا هو الشكل رقم 2 لنرى هذا الشكل، او نحاول البحث عنه في الحاسوب لنرى لكي نعود كذلك عيننا على رؤيته. اذا اخوتي الكرام، بعد ان قمنا بشرح يعني الرانين فلات في السبورة، الان لنحاول ان نقوم ب يعني تدريب اعيننا على رؤيه الرانين فلات. اذا سوف نقوم بتغيير مثلا الزوج، لنقول مثلا دولارين مثلا، لنرى ان كان هناك يعني رانين فلات في الدولارين، وسوف نبقى في الفريم اليومي فقط لكي نسهل علينا البحث
لنرى. فكما تعرفون اخوتي الكرام فانا لا اقوم بتحضير الدورات التدريبيه، حتى الاخوه الذين قمت ب يعني بتدريبهم او بتدريسهم هذه الاستراتيجيه وهذه التقنيه، فدائما كل يوم ناتي ونقوم بتحليل بطريقه يعني نختار يعني اسواقا بطريقه اعتباطيه، لا اقوم بوضع يعني ما ادرسه على باوربوينت او اي شيء من هذا القبيل، فناتي ونقوم بالتحليل مباشره. ودورتي التدريبيه فهي 100% تطبيقيه، لا يوجد بها تقريبا كثير من النظري، لانه اطلب منك ان تتعرف على كل ما هو نظري، كما هو تيك بروفيت، ما هي يعني جني الارباح، ما هو ستوب لوس، وقف الخساره، تيبس، يعني تلك المصطلحات، ماني مانجمنت، كل هذه الاشياء يجب ان تكون يعني لديك علم بها قبل الحضور الى يعني هذا النوع من الـ يعني الدورات التي تكون شيئا ما صعبه كهذه الدورة. وبالتالي الان سوف اقوم ب يعني نحاول معا ان نحدد رانين فلات، وكما الاحظ هنا لدي رانين فلات. سوف اقوم بتحديد الموجه الدفعيه، لدي موجه دفعيه. لاحظوا معي اخوتي الكرام، بعد الموجة الدفعية ماذا قلنا؟ يجب ان يكون لدينا تصحيح، والتصحيح يكون يا اما على الاقل 3 موجات تصحيحية او 5، المهم ان يكون لدينا تصحيح على الاقل 3 موجات. وهنا كما تلاحظون لدي هاد الموجة هذه، وهذه الموجة لدي اتجاه هابط فيها، ولكن ليست بتصحيح، أرى بأنها قوية شيئا ما. ربما إذا ذهبنا إلى الفريم الساعة نجد بأنها على شكل 5 موجات، 1 2 3 4 5، أي فهي موجة دفعية، أي دفع موجة دفعية وسط موجة دفعية. بالتالي يجب الحذر والقول بأنه ربما هنا لن نحصل على فلات كوريكشن، وقد نحصل على ما يسمى بالرانين فلات. وبالتالي ننتظر ونرى ما الذي يحدث. إذن هنا تلاحظون بأنه تم كسر رأس الموجة الدفعية، تاك تم كسرها. وهنا لاحظوا معي ما الذي حدث، وحدث يعني يعني موجة فيها 3 موجات صحيحية. وبالتالي هنا سوف، لأنه لم تكتمل لبنية هذه الموجة، يجب أن تكتمل، وللاكتمال علينا أن تكون لدينا تصحيح ب3 موجات. وبالتالي هنا سوف أقول بأنه هذا running floods، ولكن متى سأكتشف بأنه running floods؟ سأكتشف بأنه running floods يعني غالبا running floods تكون هذه الموجة تقريبا يعني تساوي هذه الموجة، يعني عندما يصل السعر إلى هذه المنطقة هنا أقول هذا ربما رانين فلات. عندما يصل السعر الى هذا المكان اقول هنا هذا. لاحظوا معي اخوتي الكرام، فانا اعطيكم اسرارا لن تجدوها في اي مكان. اقول انه هنا هذه الموجه تساوي هذه الموجه تقريبا، ليس دائما ولكن في اغلب الاحيان. بالتالي هنا سوف اقول هنا قد يكون رانين فلات. سوف اعطيكم الاستراتيجيه التي سوف نقوم بها بتداول هذا الشكل وجميع الاشكال، فقط الان اريد ان ادربكم على رؤيه الرانين فلات وكيف يعني نستطيع ان نكتشفه، اي اكتشفه عندما تكون لدي موجه دفعيه، والتصحيح ياتي بطريقه دفعيه كذلك. هنا اقول بانه في المستقبل قد يكون لدي ما يسمى بالرانين فلات، خصوصا اذا رايت بان هذه الموجه تاتي بهذه الطريقه بطريقه تصحيحيه، فاقول هنا ربما يعطيني رانين فلات، اي هذه الموجه مثل هذه الموجه هنا، وبالتالي هنا يكتمل تكتمل بنيه هذه الموجه، اي لدينا الموجة الأولى، الموجة الثانية ليعطينا موجة ثالثة. بالتالي هنا ما الذي سوف نقوم به؟ سوف نضع يعني نقوم بتحديد تصحيحنا بهذه الطريقة، يعني trend lines running flat، لنرى إلى أين وصل هذا. إذا قمنا بالدخول في هذه الصفقة مثلا لنرى أرقامنا الذهبية 3، سوف أقوم هنا لاحظوا معي أخوتي الكرام، سوف أمسح فقط لأعطيكم معلومة مهمة جدا. هنا
موجتي الدفعية فهي منها من هون من الأسفل إلى هنا فقط. يعني الأخطاء التي يقوم بها الإخوة عندما يحددون الموجة الدفعية ويريدون استعمال الفيبوناتشي اكستنشن، فهم يقومون بأخذ الموجة من هنا إلى هنا، وهذا خطأ، لأن الموجة الدفعية هي هاته. وبالتالي سوف أقوم بحساب إسقاط الاسقاط المستقبلي لهذه الموجة يعني في المستقبل. وكما قلنا لدينا ثلاثة أهداف. الهدف الأول هو 127%، الهدف الثاني هو 141%، والهدف الثالث هو 161.8%. لنرى هل تم ضرب 127% أو لا. نعم، تم ضرب 127%، وتم ضرب 141%، و161.8% لم يتم ضرب هذا الهدف، ولكن لا مشكل، فتم ضرب هدفين من ثلاثة أهداف، وهذا شيء جيد كما تلاحظون. لنقوم برؤية مثلا رانين فلات آخر، لنذهب مثلا إلى اليورو دولار لنرى هل يوجد به هذا الشكل الرانين فلات. رانين فلات، لاحظوا معي اخوتي الكرام، هنا سوف اعطيكم مثالا حيا كيف استطيع ان اقول بانه ربما يكون لدي رانين فلات. لاحظوا معي، لدي موجه دفعيه في الاورو دولار. هذه الموجه الدفعيه بها كما قلنا في الشرح، الموجه الدفعيه قد تكون على شكل خمس موجات كما يقول إليوت ويف، أو قد تكون على شكل ثلاث موجات. لاحظوا معي هذه الموجة الدفعية، إذا قمنا بحسابها نجد أن لدينا الموجة الأولى، الموجة الثانية، ووسط الموجة الثانية لدينا الموجة الأولى، الموجة الثانية، الموجة الثالثة، الموجة الرابعة، والموجة الخامسة. هذه كلها هي الموجة الثالثة. ولاحظوا معي هنا، نحن هذه لا يمكن أن تكون لوحدها موجة رابعة، أي تصحيح. لماذا؟ كما قلنا في الـ USDGPY، هنا لدي هذا التصحيح فهو قوي. الطريقة التي صعد بها السعر فهي طريقة قوية، أي كما لو كان موجة دفعية. وبالتالي هذه الموجة سوف أنتظر موجة مثلها في مكان ما هنا لكي أحصل على ما يسمى بالرانين فلات هنا في هذا المكان. في هذا المكان، لأنه الموجة الأساسية هي هذه، الموجة الدفعية هي هذه كما تلاحظون. هل فهمتم كيف أقوم ب يعني توقع هذا الرانين فلات؟ فهذا مثال حي، وتذكروا معي هذا المثال، ربما سوف يعني أعطيكم، سوف نقوم برؤية النتيجة بعد أسابيع. هنا ما الذي سأقوم به؟ كما تلاحظون السعر لا زال لم يصل إلى المكان الذي إلى إيه؟ على الأقل يعني إلى هذا المكان أو هنا، لأنه كما قلنا في غالب الأحيان تكون الموجة هذه الموجة يعني تساوي هذه الموجة الأولى تساوي هذه الموجة. بالتالي سوف أنتظر، لن أقوم ب يعني لن أقو لن لن أقوم بالتسرع وأنتظر حتى تكتمل لي بنية هذا السعر. فلنفترض مثلا أنه هنا تم كسر هذا التصحيح وقمنا بالبيع. هنا سوف أقوم سوف نقوم ب عندما ندخل بالبيع في البيع يجب أن نسرع في وضع ما يسمى بالبريك إيفن. بريك إيفن، وهنا سوف أشرح لكم ما معنى البريك إيفن بعد قليل. فهو يدخل في استراتيجية. لماذا؟ أي سوف أقوم بحماية الصفقة، لأني أعرف أن هذه البنية لم تكتمل بعد، أعرف بأن هذه البنية لم تكتمل بعد، هذا التصحيح لم يكتمل بعد، لا يجب أن يكون لدي مثل هذه الموجة هنا. يا إما أن تصعد الآن وتصل إلى هذا المكان، وإذا تم كسر، أتحدث عن يوم عن الآن، إذا تم كسر هذا التصحيح الآن، فستلاحظون هذا يشبه الفلات كوريكشن. إذا تم كسره سوف أقوم بالبيع، ولكن سوف أقوم
تحويل ستوب لوز او وقف خساره بسرعه كبيره عندما اكون في الربح لحمايه هذه الصفقه، لانه هناك احتمال كبير ان يرجع السعر في اي لحظه ليعطيني هذه الموجه. فقط هذا شرح لكي تروا صعوبه هذا التحليل. اذا لنذهب لرؤيه رانين فلات يعني مكتمل. رانين فلات، رانين فلات، اوكي وجدنا واحدا. اذا لاحظوا معي، لدي موجه دفعيه صاعده، هاتي بالنسبه لي موجه دفعيه، ولدي تصحيح على شكل رانين فلات. لنرى هل الموجة A تقريبا تساوي الموجة B C. A B C، موجة B C لنرى، يعني ليس بالضبط، ليس بالضبط، تقريبا يعني اقتربت من الموجة. فكما قلت لكم ليس بالضبط أن تكون كما تلاحظون قريبة جدا. هنا كما تلاحظون فهذا رانين فلات. لنرى يعني الاهداف التي قلناها، الثلاثه ارقام الذهبيه التي قلناها بالنسبه لنا. الهدف الاول تم ضربه، لاحظوا الهدف الثاني تم ضربه، والهدف الثالث تم ضربه كما تلاحظون. فهذا هو الرانين فلات. اذا بعدما راينا الشكل رقم 2 الذي هو الرانين فلات، الان سوف نتجه نحو الشكل رقم 3 الذي سوف نشرحه الان. كما قمنا بالنسبه للشكلين الاول والثاني، اذا لنغير شيئا ما، لنقول انه لدينا موجه دفعيه هابطه، داون ترند. لنقول انه لدينا موجه دفعيه هابطه بهذه الطريقه، لنقل فهي على شكل ثلاث موجات او خمس موجات على حسب. ولدي تصحيح يعني به ثلاث موجات، الموجه الاولى الموجه A، موجه A، الموجه B التي كسرت لي راس الموجه الدفعيه، والموجه C التي كسرت لي الموجه A. عندما اقوم بربط هذين التصحيحين سنرى شكلا اخر، وهو الشكل الثالث، ويسمى هذا الشكل، الشكل الثالث يسمى expanding flat. هنا الشكل رقم 2، نسيت ان اذكركم بشيء مهم جدا، الشكل رقم 2 والشكل رقم 3 والشكل رقم 4 لا يمكننا أن نتوقعهم حتى يحدثون. يعني هنا لا يمكنني أن أتوقع أو أقوم بما يسمى بالفوركاستين، يعني أن أتوقع أن يحدث لنا expanding flat أو running flat، لا يمكن، لأنه ليس هذا هو الطبيعي. الطبيعي هو الشكل رقم 1 regular flat، أي الشكل الذي يعني يتكرر تقريبا ما بين 80 إلى 90% من المرات. هذه الأشكال لا تتكرر دائما، ولكن ولا نستطيع حتى لو أردنا أن نقوم بتوقعها لا يمكننا توقعها. بالتالي فقط الشيء الذي نقوم به هو أننا نكون حذرين ونعرف أنه هناك أشكال قد تقع كذلك. فمثلا إن لاحظت أنه تم كسر، سأعطيكم مثال لكي تفهموا. إن لاحظت مثلا أنه لدي موجة دفعية، وبدأت عندي الموجة الأولى وهي الموجة A، وهنا تم كسر، تم إعطائي موجة ثانية كسر بها رأس هذه الموجة. هنا لدي حالتان، يا إما أن يكون عندي running flat الذي شفناه في يعني الشكل رقم 2، أو يكون لدي expanding flat، يعني حالتان. بالتالي سوف لن أقوم بالبيع هنا، لأنه أغلبية المتداولين سوف يقومون بالبيع عندما يتم كسر هذه الموجة الدفعية، نظرا لأنهم سوف يعتبرونها سابورت أو ريزيستنس، أو يعني سوف يعتبرونها سابورت، يعني بالتالي فهذا خطأ. بالتالي ما الذي سوف أقوم به؟ لأنهم سوف يبيعون هنا، يتم على الكسر يأتي السعر قليلا ثم يرجع ليعطينا رانين فلات أو يعطينا اكسباندين فلات.
وهنا عندما يخرجون من عندما يتم ضرب ضرب ستوب لوس اي وقف الخسارة، يرون بان السعر بدأ ينزل ويذهب الى المنطقة التي كانوا واضعين بها ارباحهم، يعني جني الارباح. بالتالي ان لم تضبط يعني هذا التحليل الموجي فلن تكون لديك فكرة عن هذه الاشكال. بالتالي هنا هذا يسمى الاكسباند ان فلات. اتمنى ان تكونوا فهمتم هذا الشكل. كما تلاحظون اخوتي الكرام، فانا لما لا احضر يعني لا اقوم بتحضير دورات التي اقوم بها، فانا حتى في الدورات التدريبيه المدفوعه التي نقوم بها فليست لا اقوم بوضع مثلا باوربوينت او اي شيء من هذا القبيل لكي القيه على يعني الاخوه المتداولين الذين يقومون بالدورة التدريبيه، ولكن ناتي ونقوم بالتحليل بطريقه تطبيقيه كل يوم. اي سوق يريدون او يختارونه عشوائيا نقوم بتحليله. فهذا هو ميزة التحليل الموجي، يعني تستطيع تحليل اي سوق بسرعة كبيرة. اذا لنذهب لنرى على يعني الكمبيوتر على الحاسوب هذا الشكل لنقوم كذلك برؤيته ومعرفته وكذلك تدريب العين على رؤيته. اخوتي الكرام، لنقوم بالبحث على الاكسباند ان فلات. اذا لنرى مثلا الاوروباوند، نبقى في الاوروباوند لنرى ان كان لدينا اكسباند ان فلات. هو صعب جدا ايجاده، ولكن سوف نحاول، سوف احاول ايجاده ان شاء الله هذه الطريقة. اذا سنحاول، نعم هنا يوجد اكسباند فلات. مثلا لدي موجة دفعية صاعدة، ها هي الموجة الدفعية الصاعدة مثلا، موجة دفعية صاعدة، وهذا اكسباند فلات سوف يظهر لكم عندما اضع ترند لاين. لاحظوا معي، اوب، كما تلاحظون ان قمنا بوضع الموجة ا بي سي سيظهر لكم الشكل الموجة A B C. إذا كما تلاحظون فالموجة C كسرت يعني الموجة A أو A، الموجة A، والموجة B كسرت رأس الموجة الدفعية، بالتالي فهذا expanding flat. وسوف نقوم كذلك باستعمال fib extension لمعرفتي. وهنا فالخطأ الذي يقوم به المتداولين كذلك هو أنهم لا يقومون بوضع الموجة الدفعية الصحيحة. الموجة الدفعية الصحيحة يعني رأسها هو هنا ليس هنا. ففي حالة الاكسباندين فلات فنأخذ الموجة الدفعية الصحيحة هي هذه. إذا بالتالي سوف نأخذ من تحت إلى أسفل إلى أعلى، وبالتالي نرى أول هدف هو 127%، تم ضرب الهدف، وبعد ذلك كان هناك تصحيح على شكل فلاج، تم ضرب 141 وتم ضرب 161.8%. لنبحث عن مثلا، لنقوم بتغيير التايم فريم، لنرى الويكلي تايم فريم إن كان هناك أي expand and flat رغم صعوبة إيجادي، ولكن لنحاول ذلك. حسنا سوف أحاول أن أجد expand and flat. نعم يوجد expand and flat آخر. لاحظوا معي لدينا موجة دفعية كما قلنا، الموجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة والخامسة، وهنا تصحيح 1 2 3. أي إن أردنا يعني إدخال إليوت ويف يمكننا أن ندخل إليوت ويف، ولكن ونحن فاهمون ما الذي يقع. بالتالي كما تلاحظون هذه هي الموجة الدفعية إلى هذا المكان. التصحيح لدي A B كسرت رأس الموجة الدفعية، و C كسرت A، يعني لدي شروط الإكسباندينغ فلات موجودة.
بالتالي هكذا سوف أقوم بوضع تريند لاينز، وسوف نقوم بتحديد أهدافنا الأرقام الثلاثة الذهبية لنرى ما هي إمكانية حدوثه. وبالتالي كما تلاحظون تماما ضربت 127%، لم يتم ضرب الهدف الثاني والثالث، ولكن الحمد لله 127% يعني صفقة جيدة، يعني بها تقريبا 590 نقطة. المهم، إذا هذا هو الاكسباند اند فلات، أتمنى أن تكونوا قد يعني فهمتم المبدأ منه. ف يعني حاولوا أن تتدربوا على رؤية هذه الأشكال لأنها مهمة ومهمة جدا. لننتقل الآن إلى الكونتراكت اند فلات على السبورة. إذا إخوتي الكرام، بعدما تدربنا على رؤية الشكل رقم ثلاثة الذي هو الاكسباندينغ فلات، بقي لدينا شكل أخير لنتدرب عليه وهو الكونتراكتينغ فلات. إذا لنقول أننا لدينا مثلا موجة دفعية، لنقول أننا لدينا موجة دفعية صاعدة، لدي الموجة أو التصحيح سوف يبتدئ، لأنه قلنا وراء كل موجة دفعية يجب أن يكون تصحيح على الأقل ثلاث موجات تصحيحية. لدي الموجة الأولى، الموجة A، لدي الموجة B والموجة C. لاحظوا معي هنا هذا التصحيح، يعني هنا C لم تكسر لي الـ A و B لم تكسر لي الـ رأس هاته الـ رأس هاته هذه الموجة الدفعية. بالتالي هنا كما تلاحظون فهذا التصحيح به ثلاث موجات A B C، ولكن contracted يعني مزيرة، contracted flat. هذا الشكل كما قلت لكم لا يمكنني أن أتوقع حدوثه، دائما أعرف أنه contracting flat عندما يحدث، عندما يقع، يعني ربما متأخرين، ولا أحد في العالم يستطيع توقعه لنكون صريحين. بالتالي ما الذي سوف ننتظره هنا؟ متى سأعرف بأن هذا يعني لا أريد أن أعطيكم الاستراتيجية الآن، لأنه لكي أشرح لكم متى أتوقع أو متى سأكون متأكدا من أنه كونتراكت فلات، يجب أن أعطيكم الاستراتيجية. وبالتالي سوف، المهم هو معرفة أن هنا هذا الشكل يسمى بكونتراكت فلات، كونتراكت فلات. هنا إن كانت هذه فعلا هي سي ويف، يجب أن نرى موجة دفعية إلى الأعلى، موجة دفعية إلى الأعلى، وهذا هو الشكل رقم أربعة. إذا لنذهب لنرى بعض الأمثلة التطبيقية لهذا الشكل كونتراكتين فلات. قلت الكرام لنبحث عن الكونتراكت فلات، أظن أنني أعتقد أنه يوجد كونتراكت فلات هنا في الداكس. كما تلاحظون لدي موجة دفعية إلى الأعلى، هذه هي الموجة الدفعية، وهنا لدي الموجة الأولى الثانية والثالثة، موجة A B C. سوف أمسح كل هذا لكي أظهر لكم هذا الكونتراكتين فلات، لأنه هو في الحقيقة يكون سهلا عندما أريكم الشكل، ولكن إن تركتكم لوحدكم في السوق لن تستطيعوا معرفته. إذا هذا هو الشكل كونتراكت فلات. لاحظوا معي هذه الموجة الدفعية، وهذه هي يعني A B C، نضعها بهذه الطريقة A B C. كما تلاحظون B لم لو كانت B كسرت الموجة الدفعية، لو كانت B كسرت هذه الموجة، فقط لكي أظهرها، لو كانت لنرى لو كانت بي كسرت هذه الموجة الدفعية سنقول بأنه رانين فلات، ولكن لم تكسرها، بالتالي فهذا اكسبان هذا عفوا كونتراكت فلات كما تلاحظون. بالتالي هذا كونتراكت فلات، فهو يستجيب لجميع الشروط. بي لم تكسر رأس الموجة الدفعية، وسي لم تكسر قاع أو الموجة A.
هنا كذلك نقوم بنفس الطريقة، نأتي بالفيبوناتشي اكستنشن، نقوم بوضعه على الموجة الدفعية، ونقوم بنزع التحليل لنرى هل تم ضرب ال 127، تم ضرب ال 127 وال 141 وال 161.8%. كذلك هنا لاحظوا معي اخوتي الكرام، اذا اردنا يعني تحليل ما يحدث الان، فكما تلاحظون لدينا يعني هنا موجة الأولى دفعية تصحيح، هذا التصحيح يعني لم يكن تصحيحا في الحقيقة، كان كونتراكت انفلات، ها هو كونتراكت انفلات آخر تماما. لاحظوا معي، سوف أقوم بتكبيره لكي يظهر لكم. كما تلاحظون هذا كونتراكت انفلات، أيضا الموجة A B C، وهذه هي الموجة الدفعية. فكما تلاحظون فهو يعني هو سهل، ولكن ذلك السهل الممتنع، يعني يجب التركيز. بالتالي نقوم بقياسه 127%. إذا كانت الموجة الدفعية صحيحة غالبا نجد أن ضربت الأهداف 127، على الأقل نجد أنها ضربت ال 127، وكما تلاحظون ضربت بالضبط ال 161.8%، وبعد ذلك كان هناك تصحيح. إذن بعدما تطرقنا إلى الأشكال الأربعة، هنا إخوتي الكرام أريد أن أتحدث عن عاملين مهمين، هما الماني مانجمنت أو تسيير المحفظة المالية والريسك مانجمنت. أولا نتحدث عن الماني مانجمنت، فكيف نقوم بما يسمى بالماني مانجمنت؟ لنفترض أن لديك تقريبا 10,000 دولار في الحساب مثلا، نفترض أن لديك 10,000 دولار في الحساب. إن قمت بسؤالك يعني كم تقبل أن تخسر قبل التوقف عن التداول من هذا الحساب الذي به 10,000 دولار، سوف تجاوبني وتقول مثلا نفترض 4,000 دولار. هنا هذا هو المال الذي تقبل أن تخسره قبل التوقف عن التداول. هنا سوف نقوم بنقص تقريبا 1,000 دولار، لنقول أنك قمت بالإفراط شيئا ما في يعني هذا المبلغ، ونقول 3,000 دولار مثلا. 3,000 دولار هو المبلغ الحقيقي الذي في الحقيقة تقبل أن تخسره، وبعد ذلك تتوقف تماما عن التداول. وقبل التداول يجب أن تكون لديك استراتيجية، وهذه استراتيجية يجب أن تختبرها قبل أن تقوم أو تبدأ بالتداول في حساب حقيقي. بالتالي نفترض أنه لديك استراتيجية، كيفما كانت استراتيجية سواء في التحليل الموجي أو بأي شيء، ولكن هنا بما أننا نتحدث عن التحليل الموجي نقول أن لديك استراتيجية التي سوف أعطيك إياها إن شاء الله في آخر الحلقات. لنقول أنك تريد أن تختبرها، لأن هذه الاستراتيجية إن أعطيتك إياها فقد تكون ناجحة بالنسبة لي وليست ناجحة بالنسبة لك، لأنك ربما لم تضبط التحليل الموجي، أو الطريقة التي تشتغل بها ليست هي نفس الطريقة التي أشتغل بها. لذلك حتى وإن أعطيتك هذه الاستراتيجية يجب أن تقوم باختبارها. بالتالي لنفترض أنك سوف تقوم باختبارها مثلا 100 تريد 200 تريد يعني مثلا، يعني 200 صفقة، اعتذروا على اللغة العربية فاعذروني إخواتي الكرام. لنقول أنك خسرت الصفقة الأولى وربحت الصفقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وكذلك قمت بخسارة صفقات وربحت صفقات معينة وقمت بخسارة صفقات أخرى. لنقل كذلك ربحت بعض الصفقات. إذا هنا لكي أشرح لك يعني ما الذي سوف تقوم به. لنقل أنه عدد الصفقات المتتالية التي خسرتها، لأن سوف نركز على الصفقات الخاسرة. لنقل مثلا في تلك المدة التي تداولت فيها 200
صفقة، أكثر عدد من الصفقات خسرتها المتتالية هو 10 صفقات مثلا، 10 صفقات متتالية قمت بخسارتها، 10 صفقات قمت بخسارتها 10 trades losing trades. إذا هات العشر صفقات يجب هذه العشر صفقات يجب أن لا تخسرك هاد 3000 دولار. العشر صفقات التي خسرتها بشكل متتالي، وهو أكبر عدد من الصفقات خسرتها بشكل متتالي وبعد ذلك سوف تقوم ترجع إلى الربح، هو 10 صفقات. بالتالي هذه العشر صفقات لا يجب أن تقوم، إن خسرت 10 صفقات لا يجب أن تخسر الحساب كله الذي هو 3000 دولار، لأنه بعد خسارة 3000 دولار سوف تصبح تتداول بطريقة غير صحيحة، هناك أحاسيس التي سوف تدخل في الخط وبالتالي سوف تخسر ربما أكثر من ذلك لا قدر الله. بالتالي يجب عليك انطلاقا من هذه العشر صفقات التي أخذتها الخاسرة من ضمن هذه المئتين، هذه الصفقات كلها 10 كانت متتالية، هي أكبر صفقات متتالية خسرتها، لا يجب أن تخسرك 3000 دولار، أي سوف نقوم بقسمة 3000 دولار على 10 وبالتالي هي 300 دولار. يعني أي صفقة تدخل لها، أي صفقة تدخل فيها الخسارة تكون 300 دولار، ليس 1% كما نرى في الإخوة الذين يتداولون الذين يقول لك كل صفقة تخسر فيها 1% 3% 2%. لا، هنا هذا تحليل علمي يعني أساسه اختبار الاستراتيجية، لأن كل استراتيجية تختلف عن الأخرى. بالتالي هنا لدينا 300 دولار، أي كل صفقة الخسارة فيها 300 دولار. هذا هو الماني مانجمنت. الآن لنتحدث عن الريسك مانجمنت. هنا سوف نرجع إلى الشكل الأول. نفترض أنه لدينا الشكل الأول الذي هو regular flats. regular flats. إذا لدي موجة دفعية صاعدة، لدي تصحيح به 5 موجات مثلاً. لنقول 5 موجات. فقط لنغير الأمثلة. هذا هو التصحيح. لنقل أن هذه هي الموجة سي ويف. هنا هذا الشكل يقول لي بأن هناك موجة دفعية ستأتي صاعدة وبالتالي سوف أبحث عن الشراء. لنفترض أنني اشتريت من هذه المنطقة، لنفترض أنني اشتريت من هذه المنطقة، فقط افتراض، فهو ليس يعني فقط بيداغوجيك اكزامبل، يعني مثال بيداغوجي، فقط اشتريت هنا ولدي الخطر هو هذه المنطقة، هذا هو الخطر. والربح لنقول هو كما قلنا 127% في بوناتشي اكستنشن. لاحظوا معي الربح مثلا هو 127% في بوناتشي اكستنشن. اذا هنا الربح مقابل الخسارة، كما تلاحظون الربح كبير والخسارة صغيرة. هذا المعدل يسمى ب ريسك ريورد ريشيو، ريسك ريورد ريشيو، معدل الخطر مقابل الربح. وهذا المعدل يجب أن يكون أكبر أو يساوي 2، أكبر أو يساوي 2، أي الخسارة أو الربح يكون يساوي الخسارة في 2. يعني إن دخلت في صفقة يجب أن يكون احتمال الخسارة فيها 300 دولار، ولكن احتمال الربح 600 دولار فما فوق، أكيد استنادا إلى ما قمت به الآن في شرح الماني مانجمنت، أي تلك 300 دولار التي وجدناها. إن كانت الصفقة بالنسبة لي احتمالها 90% أن تكون ناجحة، ولكن الريسك ريورد أصغر من 2، لن أدخل في هذه الصفقة حتى ولو كان احتمال نجاحها 90%، لأنه هذا هو الخطأ الذي يقع فيه جميع المتداولين. لماذا؟ لأنه إن احترمت هذا المبدأ، حتى ولو أخذت افتراضا أخذنا 10 صفقات خسرنا في 6 وربحنا في 4، نبقى رابحين، لأنه عندما نربح نربح 2، وعندما نخسر نخسر يعني 1. إذا هذا هو الماني مانجمنت والريسك مانجمنت بطريقة بسيطة علمية لا تحتاج إلى تعقيدات. فالمهم هو يجب اختبار الاستراتيجية قبل البدء في التداول بالحساب الحقيقي.
إذا الآن رأينا يعني رأينا الأشكال الأربعة التي سوف نتداول بها وسوف نشرحها إن شاء الله في الحلقة المقبلة لشرح التحليل الموجي. رأينا كذلك الماني مانجمنت، ريسك مانجمنت، رأينا الفيبوناتشي اكستنشن، يعني هذه هي الأدوات. سوف نراك مؤشرا وحيدا نستعمله، وهذا المؤشر لماذا أستعمله؟ لا أستعمله لأخذ قرار الشراء أو البيع، فهو فقط يساعدني أولا على الخروج من الصفقة حتى إن كانت رابحة أخرج منها إن رأيت بعض الأشياء التي أنتظرها من ذلك المؤشر. كذلك يعني أعتمد على المؤشر لعدم الدخول في الصفقة بعض المرات، لأنها قد يكون البنية صحيحة ولكن هذا المؤشر يعطيني بعض المؤشر يعني الأشياء التي تقول لي انتبه هذه الصفقة ليست بالصفقة الجيدة. وهذا المؤشر هو يعني RSI أو Relative Strength Index أو المكدي. أنا أستعمل المكدي وسوف أشرح لكم ما هو دور هذا المكدي، لماذا أستعمله. إذا لنفترض مثلا أنه لدي الشكل رقم واحد، فأنا أحب أن دائما أعطي أمثلة بالشكل رقم واحد لأنه هو الشكل le plus fréquent الأكثر في الأسواق، وهو الشكل الذي يمكننا أن نتوقعه. إذن لدي موجة دفعية ولدي تصحيح regular flat بهذه الطريقة، وبعد ذلك مثلا قمنا بالبيع وهنا أصبح السعر يعطيني مثل هذا الشكل. هنا سيأتي دور الماكدي مثلا، هنا سنرى بأن الماكدي في هذه المنطقة ابتداء من هذه المنطقة أصبح يعطيني هذا الشكل، هذا هو الماكدي. لاحظوا معي في منطقة السعر الاتجاه فهو هابط، وفي منطقة المكدي الاتجاه صاعد، لأنه إذا نظرنا إلى هذه القيعان فهي القاع الذي يأتي يكون أعلى من القاع الذي قبله، وبالتالي فهذا اتجاه صاعد. وهذا المكدي ماذا يعطيني؟ هذا المؤشر ماذا يعطيني؟ يقول لي بأن قوة السوق أصبحت تنقص، أي هناك احتمالية إما في أن يكون هناك تصحيح أو أن يكون هناك تغير في الاتجاه. بالتالي هنا أقوم بالحذر أو ربما أخرج من الصفقة، لأنه هناك احتمال أن يكون هناك تصحيح والتصحيح سوف يكون إلى الأعلى، أو احتمال أن يتغير يعني السوق ويكون هناك موجة دفعية إلى الأعلى. بالتالي أكون حذرا من هذه من هذا ما يسمى بالدايفرجنس. إذن أستعمل هذا المؤشر فقط لتحديد الدايفرجنس. هذا المثال الأول. لنرى المثال الثاني الذي أستعمله، وهو الذي يعني عدم الدخول في الصفقة. لنقول كذلك أنه لدي موجة دفعية صاعدة، لدي تصحيح بهذه الطريقة، تصحيح سي ويف هنا، وتم يعني تم الكسر. وهنا مثلا قررت أن أدخل في هذه الصفقة في هذا المكان، لنقل فأقوم بطريقة أحسن، يعني قررت أن أدخل في هذه الصفقة هنا، هذا هو منطقة الدخول عند كسر مثلا هذا التصحيح، ولكن هذه ليست استراتيجية، فهذا فقط مثال بيداغوجي. إذا هنا عندما ألقينا ضربة على المكدي وجدت أنه أعطيني هذا الشكل، بالتالي هنا وصل السعر إلى هذا المكان وتم الكسر تقريبا اقترب. وهنا ألاحظ أن المكدي يعني لم يكسر لي هذه القمة، يعني هنا يوجد دايفرجنس كما تلاحظون. هذا يقول لي بأنه يجب أن أكون حذرا، لأنه لم تعد هناك قوة لكي يصعد السعر، يجب أن تنتظر قليلا أن يكون هناك ما يسمى بالبول باك، أي رجوع السعر قليلا يعني لقتل هذه الدايفرجنس، وبعد ذلك تستطيع الدخول في الصفقة من هنا. بالتالي سوف أريكم أمثلة إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أمثلة توضيحية أكثر وتطبيقية أكثر، لأنه لن يعني أظن أتمنى أن تكونوا قد فهمتم فقط المعنى. هو يعطيني هذا المؤشر يعطيني فقط قوة السوق، هل به قوة أو ليست به قوة فقط.
وبالتالي إن كانت هناك قوة أدخل في الصفقة، إن لم تكن هناك قوة وكنت في الصفقة أخرج منها، وإن لم تكن هناك قوة وأريد الدخول في الصفقة لا أدخل فيها حتى أرى يعني أكثر وضوحا الشروط الأساسية للدخول في الصفقة. بالتالي الآن تقريبا رأينا كما لاحظتم نظرة شمولية عن هذه التقنية. الآن لنذهب إلى الحاسوب لنرى أربعة أمثلة لأربعة أسواق، يعني لنقل مثال في سوق الفوركس أو العملات، لنقل مثلا اليورو دولار لأنه هو أكثر عملة منتشرة. سوف أشرح لكم أو أحللها من الفريم السنوي إلى الفريم الساعة الذي نأخذ فيه قرار الشراء أو البيع. كذلك سوف نذهب إلى المؤشرات ونأخذ مثلا أصعب مؤشر وهو الداكس، وبعد ذلك نذهب إلى لنقل سوق المواد الأولية ونأخذ اليو اس اويل النفط، وأخيرا نقوم بتحليل لنقل الأسهم، لنقل مثلا تسلا أو فيسبوك أو أيا كان من هذه الأسهم، فقط لنرى هل هذه التقنية يمكن تطبيقها في جميع الأسواق. وأتمنى إن شاء الله أن يعجبكم هذه الطريقة. قبل الذهاب إلى الحاسوب، لا تنسوا الاشتراك في القناة إن أعجبكم محتوى هذه الحلقة، وكذلك إن كانت لديكم أي تساؤلات أو شيء لم تفهموه في هذه الحلقة دعوا تعليقاتكم بالأسفل لأشرح لكم إن شاء الله وأجيبكم على تساؤلاتكم. وكذلك لا تنسوا الدخول إلى مجموعة الخاصة بالتداول، فتقريبا وصلنا الآن إلى برو تريدر، وصلنا إلى اسمها برو تريدر، تقريبا وصلنا إلى ألف مشترك، وكذلك صفحة تريدين أكاديمي في موروكو التي بها نقوم بوضع كذلك الدورات التدريبية لمن يرغب في دورات تدريبية، فما عليه إلا الاتصال بي في هاته المجموعتين، وستجدون الرابط أسفل في الوصف. إذن لننتقل إلى الحاسوب. إذا الآن سوف أقوم بتحليل يعني أربعة أسواق مختلفة. أول شيء سوق الفوركس، وسوف نقوم بتحليل مثلا الأورو دولار كما قلنا. سوف أريكم الطريقة التي أحلل بها. إذا أول شيء سوف أذهب إلى يعني واحد سيت اسمه إفكس توب، هذا يعطيني يعني الهيستوريك، يعني يعطيني يعني تاريخ الأورو دولار، لأنه يعني أحتاج إليه لكي أعرف أو أعرف أن كيف أحدد الموجة الدفعية، وأختار تقريبا من سنة 1953، وهذا يعطيني يعني فكرة على هذا يعني على هذا الرسم البياني. وكما تلاحظون إخوتي الكرام هنا، ما ألاحظه ربما هو أنه كانت هناك موجة دفعية آتية من هنا، وهنا كما تلاحظون لدي تصحيح بهذه الطريقة، وهو regular flat كما تلاحظون هنا، وهنا لدي الموجة الأولى، وبعد ذلك لدي 1 2 3 موجة ثانية. طيب حسنا، الآن ما الذي سأفعله؟ سوف أمسح هذا الشيء، أريد أن يكون هذا الرسم أكثر وضوحا، سوف نقوم بالضغط عليه لنرى إن كانت الصفحة ستكون أكبر شيئا ما. نعم، بالتالي ما الذي سأقوم به؟ سوف أقوم بتحليل آخر الموجة، وهي آتي الموجة الهابطة، فكما تلاحظون يعني هنا ما ألاحظه هو أنه لدي عفوا فقط أبحث عن القلم، لدي موجة دفعية هابطة ولدي تصحيح، هذا تصحيح، وكذلك لدي موجة دفعية هابطة، وهنا لا أدري إن كانت هذه، لدي مش إشكال هنا، هل هذا يعني هل اكتمل التصحيح ونحن الآن في موجة دفعية وبالتالي سوف يصعد السعر، أو هذا expanding flat وسوف ينزل السعر. إذا يعني عند رؤيتي لفريم السنوي لم يفيدني تقريبا في شيء، أنا لا أستطيع اتخاذ القرار بما الذي سيحدث، لما أستطيع اتخاذ القرار لأنه ليس هناك
لدي الموجة الدفعية أعرفها، ولكن التصحيح لا أعرف ما الذي يقع فيه. لذلك سوف أذهب مباشرة إلى اليورو دولار في الويكلي تايم فريم، وسوف أعتمد على هذه الموجة، هذه كموجة دفعية. وهنا لاحظوا معي، فهنا هذا هو التصحيح. كما تلاحظون، فإن قمنا بتحليل التصحيح نجد أنه لدينا، سوف أقوم بالتكبير لكي تروا جيدا كيف أقوم بالتحليل. فلدي موجة دفعية، ولدي تصحيح ABC regular flat، وبعد ذلك لدي موجة دفعية. هذا كله يعتبر موجة الأولى في التصحيح، هذا كله يعتبر موجة الأولى في التصحيح. كذلك لدي هذه الموجة بها 1 2 3، هذه الموجة فهي لا يمكن أن تكون يعني لوحدها لأنها قوية، وبالتالي لدي موجة أخرى هي 2، فأحتاج إلى الموجة الثالثة لإكمال هذه البنية، ها هي. وبالتالي هنا لدي ما يسمى بالكونتراكتين فلات. كونتراكتين فلات، سوف أقوم بالمسح وأعطيكم النتيجة. موجة دفعية، الموجة الدفعية للتصحيح، ولدي الكونتراكتين فلات، ها هو. كما تلاحظون، لنقوم بحساب هذه الموجة إن وصلت. وصلت كما تلاحظون، وصلت إلى 127%، قد ضربت الهدف. تلاحظون عندما نحدد الموجة الدفعية بطريقة صحيحة، يعني تضرب 127% بطريقة يعني مضبوطة أقل تقدير. هنا لدي كما ألاحظ 3 1 2 3، لدي موجة دفعية، هذه هي الموجة الدفعية. لنواصل التحليل، ولدي هذا التصحيح بهذه الطريقة contracting flat. المشكل عندي في الأورو دولار هو أنه تم كسر هذا القاع، حتى ولو تم كسره ببيبس واحد فهنا البنية اكتملت، بنية هذا التصحيح كله من الأول إلى الأخير اكتملت. لدي 1 2 3، والموجة الثالثة في التصحيح بها 1 2 3، بالتالي هناك تم اكتمال التصحيح. هذا هو المشكل، حتى وإن تم كسر هذا القاع فقط ببيبس واحد فهنا قد تكون هذه هي السويب، وإن كانت هذه هي السويب سوف نشاهد صعود للسعر. وماذا لاحظنا؟ هنا يوجد موجة دفعية، هذه موجة دفعية. وما الذي يقول لي بأن هذه يعني أنا موجة دفعية؟ يجب أن أجد تصحيحا هنا بهذه الطريقة، يعني الشكل الأول. وكما ألاحظ هنا ليس لدي الشكل الأول، ما ألاحظ هنا هو هذه الموجة موجة دفعية، بالتالي ربما هنا هذا ربما فهو expanding flat، أي بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه هذه الموجة الدفعية كبيرة ولا يمكن أن يكون يعني تصحيح صغيرا، بالتالي لازلنا لم نضرب 127%، أي هنا هذا المكان. وبالتالي سوف يعني سوف أرى كيف هي هذه الموجة في الديلي تايم فريم، لأستطيع سوف أقوم بدراستها لأرى ما هو القرار الذي سوف أتخذه. بالتالي سوف نذهب إلى الديلي تايم فريم، يعني كل موجة في بيوم، لأرى ما الذي يحدث في هذا المكان. لاحظوا معي، نذهب من الجنرال تو سبيسيفيك، يعني من العام إلى الخاص. بالتالي سوف أقوم بتحليل هذه الموجة. لاحظوا معي يا إخوتي الكرام، هذه الموجة فهي دفع قوية وبها 5 موجات كما قال إليوت. 1 2، هذه الموجة واحد، لا سوف أقوم بوضعها بطريقة أحسن. نضع هذه الموجة الأولى، ثانية، ثالثة، والرابعة، ونحن في أظن أننا نحن في الرابعة. وسوف أقول لكم لماذا، لأنه يجب أن تكون الموجة الثانية
الثانية يعني اثنين ثلاثة بها خمس موجات، هذا من شروط يعني أن تكون موجة ثالثة صحيحة. فقط إن أردنا يعني الاشتغال بالهيت ويف، إذا الموجة الأولى، الثانية، الثالثة، كونتراكت الفلات، الرابعة والخامسة، لنقوم بوضعها بلون آخر هذا لكي تظهر أكثر. نعم هكذا. بالتالي الآن لدينا الموجة الأولى، الثانية، لدينا الموجة الأولى، الثانية، الثالثة بها خمس موجات صغيرة، ونحن الآن في الرابعة. ولكن لاحظوا معي كيف هي هذه الرابعة، لاحظوا معي كيف هي الرابعة، هي قوية، الموجة الرابعة قوية، ليست بتصحيح، لا يمكن أن تكون تصحيحا. بالتالي لا زال هذا التصحيح لم يكتمل، أي متى سيكتمل؟ عندما يكون لدي يعني موجة هذه الموجة في مكان ما هنا. بهذه الطريقة سيكتمل هذا التصحيح، أي سوف يكون لدي ما يسمى برانين فلات. لماذا؟ لأنه أظن أنه تم كسر هذه المنطقة، يعني تم الكسر، وبالتالي أظن أنه سوف يكون لدي رانين فلات، وبعد ذلك نقوم بالبيع. إذا هنا إلى حد الآن فأنا أتوقع أن أبيع بعد اكتمال الرانين فلات. طيب هل أتوقف عند هذا الحد؟ لا، سوف أذهب إلى فريم 4 ساعات لأرى ما الذي يقع في الفريم 4 ساعات. إذا في فريم 4 ساعات أريد تحليل المنطقة الأخيرة هنا. هذه المنطقة سوف أحدد موجتها الدفعية، وموجتها الدفعية لاحظوا معي هي هذه الموجة الدفعية، ولدي رانين فلات صغير، ها هو. أي هذه كلها هي موجة دفعية، بها واحد اثنان ثلاثة، هذه كلها موجة دفعية. الآن هذه كلها موجة دفعية، فيها A B C، كما قلنا الموجة الدفعية يكون فيها 3 موجات أو 5 موجات، وهذا الاختلاف بيننا وبين إيلوت ويف، أن الموجة الدفعية قد تكون كذلك 3 موجات، وفي هذه الحالة وهي 3 موجات A B C. بالتالي لاحظوا هنا، إن قمت بوضع خط في هذا المكان سوف ألاحظ أنه تقريبا لدي هذه الموجة التي هي الموجة A وهي قوية شيئا ما، ولدي تصحيح B الذي هو 1 2 3، لأنه دائما الموجة B تكون يعني تصحيحية، وهنا لدي موجة C 1 2 3. هذه البنية مكتملة، 1 2 3 يعني مكتملة، أي هذا يسمى ب يسمى ب ريجولار فلات لتلك الموجة الدفعية، هذه الموجة الدفعية، لهذه الموجة الدفعية. أوكي لحد الآن جيد. إذا ما الذي سأقوم به؟ سوف أنتظر، سوف أرى هذا المكان، سوف أرى ما الذي يقع في هذا المكان. أوب، فقط أريد أن أضع، سوف أرى ماذا يقع هنا في هذه المنطقة. لنذهب إلى فريم الساعة لنرى ما الذي يقع في تلك المنطقة. ففي هذه المنطقة ما الذي نراه؟ هنا لاحظوا معي إخوتي الكرام، إن كانت لدي يعني موجود بهذه الطريقة، إن كان لدي تصحيح بهذه الطريقة ربما أقوم بالبيع من هذا المكان. لماذا؟ سوف أشرح لكم لماذا. سوف أنتظر اكتمال الشكل رقم واحد الذي هو امبالس تصحيح، وهو الذي هي الموجة الدفعية، وهنا تصحيح، وهذا التصحيح لا زال لم يكتمل. لدي الموجة الأولى بها 1 2 3 أي A، ولدي الموجة B، والآن أنا في انتظار الموجة C، لازم أن تكسر لي الموجة A هنا، وبالتالي أنتظر الكسر لأقوم بالبيع. ولكن إخوتي الكرام كما قلت لكم، فأنا أنتظر موجة، عندما رأينا الفريم اليومي رأينا بأنه هناك احتمال أن يكون لدينا موجة وهي هذا السهم تصل على الأقل إلى هنا. بالتالي حتى إن قمت بالبيع يجب أن أكون حذرا. لماذا؟ لأنه سوف يتم يعني إن قمت بالبيع من
أعطوني دقيقة إخوتي سوف أمسح. يعني إن قمت بالبيع عندما يكتمل تصحيح وتكتمل الشروط الاستراتيجية التي اشتغل بها، إن قمت بالبيع من هذا المكان مثلا من هنا، عندما يتم الكسر هذه المنطقة سوف أحول ستوب لوس إلى بريك إيفن، والبريك إيفن هو المكان الذي دخلت منه زائد سبريد زائد بيبس واحد لكي أحمي الصفقة، لأنه في أي لحظة قد يرجع السعر ويعطيني ذلك الرانين فلات. أما إن صعد السعر من هنا، إن صعد السعر ابتدأ يصعد بهذه الطريقة التصحيحية إلى هنا، فهنا هذا شيء أحسن ورائع، بالتالي سوف أقوم بالبيع عندما يتم كسر هذا الترند، وهنا أبيع وأنا مرتاح، ويكون هدفي إذا اكتمل الرنين فلات. نفترض أن الرنين فلات اكتمل، سوف يكون الهدف هو واحد ومئة، هو هاد المنطقة هذه، هاد الخط الأزرق، أو لنقول مثلا لنقول مثلا 161.8 ديال هذه الموجة، سوف أقوم بحسابها إلى هنا ثم إلى هنا، يعني سوف يكون الهدف بهذه الطريقة. أولا نكمل الرنين فلات، يتم إكماله، نضع تريند لاينات بهذه الطريقة، هذا هو رانين فلات. سوف نقوم بالبيع تقريبا من أي مكان هذه المنطقة إلى هنا، بالتالي تقريبا يكون لدينا ربح 1000 نقطة إلى هذا المكان 161.8. إذا هذا هو الأورو دولار، هذا هو الأورو دولار، هذا هو تحليل الأورو دولار. أما إذا بعنا، إذا تم كسر هذا الخط وكما قلت لكم وبعنا هنا، فيجب الحذر، لأنه عندما يتم كسر هذا القاع قد يصعد السعر ليكمل لنا الرانين فلات هنا بهذه الطريقة، وكذلك نبحث عن البيع، بالتالي الأورو دولار فهو للبيع. الآن سوف أذهب إلى الأويل مثلا، سوق المواد الأولية، لنرى كيف سنقوم بتحليله. لاحظتم يا أخوتي الكرام، من اليرلي تايم فريم إلى الويكلي إلى الديلي إلى الساعة أو الـ4 ساعات. أولا نذهب إلى التوب اف اكس لنرى إن كان هناك الأويل، لا أظن أنه يوجد الأويل. أوكي لا يوجد، إذا نذهب إلى المونتلي تايم فريم، نذهب إلى المونتلي تايم فريم لنرى ما الذي يقع. إذا لاحظوا معي، موجود دفعية، تك تك تك. إذا لاحظوا معي أخوتي الكرام، نحن هنا في تصحيح الطريقة، ولدي موجتي الدفعية هي هذه، ولدي الموجة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، وربما نحن متجهون للموجة الخامسة، وهنا قد يصعد السعر، وهذا ما يسمى بالمثلث، ليس كونتراكت فلات ولكن المثلث، سوف نرى الفرق بينهما إن شاء الله في حلقة من الحلقات. إذا هنا لاحظوا معي، لدي سوف أشتغل على التصحيح، وفي التصحيح سوف نجد موجة دفعية وموجة تصحيحية، موجة دفعية وموجة تصحيحية. هنا في التصحيح لدي موجة دفعية ولدي تصحيح، موجة دفعية ولدي تصحيح، هنا أنتظر موجة دفعية، بالتالي سوف أشتغل على آخر موجة دفعية التي هي هذه الموجة، سوف أقوم بتكبيرها، سوف أزيل هذه الأشياء بهذه الطريقة، تاك تاك تاك. بالتالي لاحظوا معي، لدي هذه الموجة الدفعية، لاحظوا معي ما الذي، إذا قمت بحساب عن طريق الإليوت ويف، هذه الموجة الأولى، والموجة الثانية بها 3 موجات اي بي سي، والموجة الثانية فيها الموجة الأولى والثانية والثالثة، ونحن في الرابعة، ولكن هنا في الرابعة نجد أنها لمست الموجة الأولى، بالتالي لا يمكننا أن نحسب بهذه الطريقة التي هي 1 2 3 4 5 لإليوت ويف، بالتالي سوف نستعمل الاي بي سي. هنا موجتي هي هذه، الموجة الدفعية هي هذه 1 2 3،
هذه الموجة الدفعية، وهذا هو التصحيح. سوف أقوم بوضع التريند لاين بهذه الطريقة. لاحظوا معي أخوتي الكرام، وبالتالي الهدف سيكون 127 فيبوناتشي. لاحظوا معي تم كسر التصحيح، والهدف سيكون، الهدف الأول سيكون هو الكسر هنا، كسر هذه المنطقة. الهدف الأول سيكون هو كسر هذه المنطقة، لأنه هنا سيكتمل لدي السي ويف وسيكتمل لدي المثلث في هذه المنطقة، هذا المثلث. بالتالي يجب الحذر هنا في هذه الحالة. ليس بالضرورة أن نحصل على 127 في فيبوناتشي اكستنشن، لأنه المونتلي تايم فريم يحكم علينا، ولأنه لدينا بنية تقول بأنه ربما يكون هنا مثلث بهذه الطريقة. إذا الهدف قد يكون فقط ذلك الخط الأزرق هنا. بالتالي سوف أرى ماذا عندي في هذه المنطقة. لنذهب إلى الديلي تايم فريم مباشرة. لاحظوا معي كيف أحاول أن يعني أن أقوم بالدخول شيئا فشيئا إلى 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 يعني إلى الرسم البياني لكي أرى ما الذي يقع. لاحظوا معي إخوتي الكرام، هنا لدي فقط موجة واحدة وهي موجة دفعية، وكما قلت لكم دائما وراء كل موجة دفعية يجب أن يأتي تصحيح. وهنا بما كلما كانت الموجة الدفعية قوية كلما كان التصحيح كذلك قويا، بالتالي هنا سوف أنتظر تصحيحا يكون قويا بهذه الطريقة، على الأقل 3 أو 5 موجات تصحيحية، ويعني سوف أنتظر الشكل رقم واحد. بالتالي هنا اليو اس اويل قد يصحح لمدة طويلة، قد يصحح لمدة طويلة. بالتالي هل يعني هل نتوقف عن التداول في هذا الاويل؟ لا، سوف نأتي إلى الفريم ساعة وننتظر يعني اكتمال على الأقل الموجة الأولى التي هي الموجة A، والدخول في الموجة في يعني عندما تكتمل الموجة الأولى التي هي هذه الموجة التي نحن بها الآن، ربما نستطيع الدخول لأخذ الموجة B، وكذلك نخرج وندخل لأخذ الموجة C. يعني مثلا نضع تريند لاين هنا في هذه المنطقة، وعندما يتم كسره يعني ربما إن كان لدينا تصحيح بهذه الطريقة قد نبيع لمرة أخرى، وبالتالي إذا تم كسره وأعطانا تصحيحا أي شكل رقم واحد نقوم بالبيع إلى هذه المنطقة، وبعد ذلك نخرج وإن أعطانا موجة دفعية وتصحيح ندخل إلى هذه المنطقة، وهنا اكتملت لدينا الموجة الأولى الثانية والثالثة. وإن كان يريد أن يعطينا 5 موجات تصحيحية فربما قد نبحث عن البيع من منطقة هنا بعد إعطائنا الشكل رقم واحد نبيع، وهنا نخرج مثلا، وبعد ذلك إن أراد أن يعطينا الموجة الخامسة فسوف يعطينا هذا الشكل، نقوم بالشراء إلى هنا ونخرج، لأنه هنا تكتمل لدينا السوي ويكتمل لدينا التصحيح، أي 5 موجات تصحيحية لتلك الموجة الدفعية القوية الهابطة كما تلاحظون، وبالتالي سوف نقوم بالبيع. إذا الـ US Oil الآن لن نلمسه لأنه سوف يكون فقط به تصحيح. لنذهب إلى مثلا تسلا، أي سوق الأسهم، لنرى ما الذي يقع. لنذهب إلى الماونت لتايم فريم، أي فريم الشهري، لنرى. إذا في فريم الشهري كما تلاحظون لدينا هنا ربما نحتاج إلى، لم نستعمل الماكدي، ربما نحتاج إلى الماكدي في هذه المنطقة. فأقوم بإحضار الماكدي، وبإحضار الماكدي ام ال سي تي 4. الآن أقوم بإحضار المكدي. لاحظوا معي هنا لاحظوا معي في فريم الشهري كما تلاحظون، فحتى في سوق الأسهم لدينا يعني الشكل رقم واحد، الشكل رقم واحد الذي هو الفلاج أو ريجولار فلات، موجة دفعية وتصحيح. وبالتالي هنا
لاحظوا معي، يعني لنرى هل وصل إلى 127%؟ نعم، لقد ضرب 127% كما تلاحظون. تسلا ضربت الهدف، والآن إن لاحظنا هذه القمم سنرى أنه لدينا دايفرجنس، هي التي حدثتكم عنها في الشرح لما كنت أشرح في يعني السبورة. هذه هي الدايفرجنس، وبالتالي في المونتلي تايم فريم هناك دايفرجنس. لنرى هذه المنطقة كيف هي في الديلي تايم فريم، فقط لأرى هل سوف نقوم ب يعني هل لدينا فرصة شراء أو بيع، أو ما الذي لدينا بالأساس، هل اكتمل التصحيح أو لم يكتمل. إذن لاحظوا معي أخوتي الكرام، هنا أين هي الموجة الدفعية؟ الموجة الدفعية لاحظوا معي هي هذه إلى هنا، هذه موجة دفعية، وهنا لدينا التصحيح به الموجة الأولى والثانية والثالثة، هذه هي الموجة A، والموجة B فيها 1 2 3 4 5، هذه هي الموجة B، والموجة C فيها الموجة الأولى والموجة الثانية فقط. هذا ما لدينا لحد الساعة. انتظروا، هذا هو ما لدي لحد الساعة. ربما هنا هذا كله موجة بي، أي هاته الموجة بهذه الطريقة، وقد يبحث عن موجة سي هنا. نعم، هذا هو التصحيح الصحيح، وهذا هو التحليل الصحيح. فهذه هي الموجة الدفعية لهذا التصحيح، موجة دفعية للتصحيح، وهذه هي الموجة بي. لهذا التصحيح. إذا هنا تسلا إن أعطتني تصحيحا بهذا الشكل، إن صعد السعر إلى هنا وأعطاني هذا الشكل الذي هو الريجولار فلات، فعند الكسر سوف نقوم بالبيع، ببيع هذه هذا السهم إلى 127%، أي إلى هنا مثلا، إلى هذه المنطقة، وبعد ذلك نخرج من الصفقة لأنه لدينا 1 2 3، أي A B C، A B C، أي regular flat لهذه الموجة الدفعية. فسوف يكون هناك صعود أخير، بالتالي لكي تكون لدينا 3 موجات، الموجة الأولى، الموجة الثانية، الموجة الثالثة، الرابعة والخامسة، وبعد ذلك نزول هذا السهم. إذا هذا بالنسبة لتسلا. لنذهب إلى 4 ساعات لنرى آخر مكان كيف هو، آخر منطقة، والتي هي هذه المنطقة. نعم، لاحظوا معي هنا لدينا، أظن أنه لدينا هذا الشكل، فهذا يعني ربما إن عاد السعر إلى هذه المنطقة ندخل بيعا من هذه المنطقة، ولكن أن يعود دون أن يكسر، أن يعود دون أن يكسر هذه المنطقة. إذا كسر هذه المنطقة سوف نغير الترند لاين لهذا الشكل، وسوف يصبح لنا هذا الشكل 1 2 3، وسينزل السعر كما تلاحظون البنية تتغير. إذا الآن إن عاد السعر من هذه المنطقة من هنا وكسر، سوف ندخل بيع من هذه المنطقة هنا. ستوب لوس سوف يكون في هذه المنطقة، أو نضعه كذلك هنا، لا مشكلة. والهدف سيكون 127% في بوناتشي، اكستنشن لهذه المنطقة، لهذه الموجة. ولكن عندما يتم كسر هذه المنطقة
يتم كسر هذه المنطقة، فهي ليست مقاومة ولا سابورت ولا أي شيء، فهنا ستكتمل بنية هذا التصحيح كله. هنا سوف يولي يصبح لدينا هنا السي ويف، لأنه هنا لدينا A و B، B فيها بها موجتان، واحد اثنان ثلاثة، ثلاث موجات تصحيحية، واحد A، واحد اثنان ثلاثة B، والسي قد تكون واحد اثنان ثلاثة كذلك، وهنا يصعد السعر، بالتالي المرجو الحظر. لدينا تقريبا كم من نقطة؟ يعني 500 نقطة إلى 900 نقطة للربح. هذا بالنسبة لتسلا. لنرى آخر مثال لكي وبعد ذلك ننهي هذه الحلقة إن شاء الله. لنرى مثلا بقي لنا الداكس. لنرى كيف سنقوم بتحليل الداكس. لنذهب إلى المونتلي تايم فريم، إلى فريم الشهري. هنا أحتاج إلى الماكدي لأرى هل هناك دايفرجنس. أدري لماذا لا يريد أن يتم تحميله. إذا هنا لاحظوا الماكدي هنا لدي دايفرجنس ما بين هذه النقطة وهذه النقطة، ولكن لنرى أولا لنقوم بتحديد الموجة الدفعية الأول. إذا الموجة الدفعية لدي موجة دفعية صاعدة ولدي كونتراكت فلات، هذا هو الكونتراكت فلات. لدي كونتراكت فلات. لنرى هل وصلت إلى 127% التي هي احتمال الوصول إليها. نعم وصلت، جيد. هنا الموجة الدفعية الأولى، لدي الموجة الدفعية الأولى الثانية، هذا يعني الموجة الثانية، هنا الثالثة الرابعة والخامسة. هنا هنا لدي لا يمكن، هاته كلها موجة الأولى، لأنه هذا ليس تصحيح. ربما هنا لدينا كونتراكت فلات كذلك كما رأينا في يعني التحليل كونتراكت فلات. بالتالي لدي موجة أولى، موجة ثانية، موجة ثالثة، رابعة وخامسة. إن كانت هذه الموجة الخامسة، يعني إن قمنا بحسابها بطريقة الإليوت ويف، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، فهي محترمة لشروط الإليوت ويف. هنا يجب أن يحدث تصحيح الموجة الأولى الثانية بهذه الطريقة، أي ريجولار فلات، هذه الطريقة. وبعد يعني نتوقع تصحيحا بهذه الطريقة. هذا أول توقع. التوقع الثاني هو بما أنه داخل الموجة اثنين ثلاثة لا توجد بها خمس موجات، داخل الموجة اثنين ثلاثة لا يوجد خمس موجات، بالتالي ربما قد نلاحظ هنا أنه هذا رانين فلات. لنرى هل هذه الموجة تساوي هذه الموجة، يعني عندما يصل السعر إلى هذا المكان قد نحصل على ما يسمى بالرانين فلات، قد نحصل عليه ولن نعرف ذلك إلا عندما فعلا يكتمل هذا الرانين فلات. إذا سوف أذهب إلى الديلي تايم فريم لأرى هذه الموجة الأخيرة كيف هي نازلة، هل نازلة بطريقة صحيحية أم نازلة بطريقة صحيحية. إذا هنا ما الذي سأقوم به؟ إذا سوف أقوم بوضع تريند لاين في هذه المنطقة، هذه المنطقة. أريد أن أرى الماكدي، هل هناك هل ابتدأ الدايفرجنس؟ نعم هناك دايفرجنس كما تلاحظون ما بين هذه المنطقة، ولكن لا زالت لم تكتمل، سوف أنتظر قليلا. ما الذي سوف أنتظره؟ سوف أنتظر ربما أن يصعد وبعد ذلك يعود إلى هذه المنطقة، وهنا عندما يصل إلى التريند لاين هنا إلى هذه المنطقة أنتظر أن يكون لدي موجة دفعية تصحيح بهذه الطريقة، يعني regular flat، وبعد ذلك نقوم بالشراء، والهدف سيكون 161.8%
تلك الموجة الدفعية لنقوم بحسابها. هات هي الموجة الدفعية من هنا إلى هنا، ونقوم بوضع 161.8. إذا أول هدف سيكون 127، الهدف الثاني 141، والهدف الثالث هو 161.8. يعني هناك استراتيجية أقوم بها لجني الأرباح مثلا في 127%، وترك بعض الأرباح إلى 141، وترك الأخير بعض الأرباح إلى 161.8%. سوف أحدثكم عن هذه الأشياء إن شاء الله في الحلقات القادمة. بالتالي بالنسبة لي أدباكس فهو لي الشراء، أبحث عن الشراء، عن شراء الدوكس. لنرى الأربع ساعات، فريم الأربع ساعات. فقط لرؤية ما الذي يحدث. لاحظوا فالدايفرجنس موجودة هنا. إذا كما قلت لكم سوف ننتظر، كسر هذا التريند لاين الأصفر. سوف أنتظر كسر هذا التريند لاين الأصفر كما تلاحظون، لنقوم بالشراء بعد، يعني يتم إعطاؤنا هذا الشكل. كما تلاحظون أخوتي الكرام، فهذه هي الطريقة التي يعني نقوم بها بالتحليل، هي طريقة التحليل الموجي. فهي طريقة صعبة شيئا ما، ولكن مع التطبيق ومع البراكتس إن شاء الله سوف تقومون بضبطها بشكل جيد. إذا أعجبكم هذا المحتوى، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة لتشجيعنا على إعطائكم محتوى جديد إن شاء الله كل أسبوع. سوف أضع إن شاء الله كل أسبوع، كل يوم أحد، حلقة جديدة عن هذه الاستراتيجية وهذه التقنية، وكل يوم اثنين سوف أقوم بالتحليل الأسبوعي لجميع الأسواق إن شاء الله المهمة. كذلك لا تنسوا الاشتراك في مجموعة بالفيسبوك، مجموعة المتداولين التي تسمى بالبرو تريدر، سوف أضع الرابط أسفل في الوصف. كذلك تريدنج أكاديمي في موروكو سوف أضع، وهي صفحة لمن يرغب في الاشتراك بالدورة التدريبية. إذا هذا كل شيء أظن. أتمنى أن تكون هذه الحلقة أعجبتكم.